الله في الذكر المبين به، وإنما شرف الأبرار
بدأنا بمراسيم رفعة العلم لإعدادية الفاو، ومن خلال المراسيم تم اللقاء مع الشرطة المجتمعية لتوجيه والإرشادات، خاصة بعد حدوث بعض الأمور الخارجة عن السيطرة، فتم مقابلة الكادر واللي هو عقيد حازم، ومن خلاله اتطرقنا على بعض المواضيع منها الابتزاز الإلكتروني ومشكلة السرقة بين الطالبات، إضافة إلى التدخين وبعض الأمور الجانبية الأخرى. شكرنا وتقديرنا للتربية والأستاذ سامي الفضلي والشرطة المجتمعية. عربية شعيب أحمد، مديرة إعدادية الفاو.